فبنعمل linearization in a model of a tank with an orifice. هلا إذا أخذنا مثال بسيط هون تانك بسيط. عندي هون في orifice. فتحة معينة. إلها area. A. square meters. راح يصير في عندي هون flow. U out of T. عندي هون flow. Input of T. عندي هون short. أنا هون area. A. square meters تبعت التانك. طبعا عندنا G. وهذا الأوريفيس له area. كمان له coefficient of discharge. Coefficient of discharge بحكي لي عن طبيعة هذه الأوريفيس. قديش فيها حواف حادة واللي هي جاي مثلا فيها انسيابية. وإذا كان فيها انسيابية راح يكون السي دي هذا أعلى. راح يوصل راح يكون قيمته من صفر لواحد. بس أنا مفترض هون عندي turbulent flow على أي حال. أنا مفترض عندي هون turbulent flow. السي دي بيختلف حسب الأوريفيس. مثلا إذا كانت الأوريفيس هي عبارة بس بليت وفيها فتحة راح يكون السي دي منخفض. ما بعطيني good flow. لكن إذا كانت مثلا الأوريفيس بهذا الشكل مثلا أظن هاي بنسميها فنتشوري مظبوط. رح يرتفع الـ coefficient of discharge. اوكي؟ هذا هون الـ CD هو coefficient بيحكي عن طبيعة اسمه discharge coefficient. بيعتمد على شكل الهاي وكيف الـ flow بيصير وطبيعة الـ turbulent flow له علاقة بالـ Reynolds number وكل الأشياء هاي. بس رح أسميه أنا coefficient of discharge. اوكي؟ هلا احنا اللي بدنا نعمله بدنا نعمل linearization حوالين النقطة هاي. هلا انا في عندي علاقة ما بين الفلو والهايت اللي موجود هون، الارتفاع اللي موجود هون في هذا التانك. فعندي Q out of T يساوي هذه من وين اجت؟ مش انا اللي راح اشتقها، ما راح اشتقها، راح اخذها as is هاي given. طبعا الفلو هون مرتبط بالبريشر عند النقطة هاي. البريشر عند النقطة هاي بيعتمد على هذا الارتفاع اللي موجود هون اللي هو اتش اوف تي، لكنه بيعتمد على اشياء ثانية، لكنه ما بتناسب مباشرة مع اتش اوف تي. كان بتناسب مع اتش اوف تي لو انه الفلو لامينر. لو كان الفلو لامينر فلو كان بتناسب مع البريشر مباشرة، بس هون عمال بتناسب مع الجذر التربيعي للبريشر. إذا هذه عندي هون نون لينير ريليشن شيب. كأنه فيها مين الديبندنت فيريبل؟ هذا كأنه ديبندنت مظبوط على مين؟ على هذا. كأنه يعني إذا غيرت اتش اوف تي بتغير عندي الفلو منها. فجيت رسمت هاي المعادلة أظن لأنها جذر تربيعي ما راح تكون هيك، راح تكون هيك مظبوط معنا. هاي مشكلة عندي لأنه هون راح أحط أنا اتش اوف تي وهذه هون عندي. هاي مشكلة ما بقدر أكمل، ما بقدرش أعمل differential equation أعملها يعني أكملها وأخذ لابلاس ترانسفورم، لأنه عندي السيستم لانين. شو بدي أطلع؟ بدي أحول هاي المعادلة لهذا الشكل. At the operating point. Assuming assuming small deviations from the operating point. يعني راح نيجي نعمله راح ناخذ خط مستقيم وراح افترض لو انا ضليت اشتغل حوالين هاي النقطة. يعني انا هدفي معين اوصل عندي هايت معين. اذا فعلا تحقق الكنترول الايم تبعي وصلت هذا الهايت وتقريبا ثبتت عليه بتغيرات بسيطة، اذا معظم حياتي بالكنترول سيستم هذا وين راح اكون؟
حوالين هاي النقطة. إذا فاليد إني أقول ما دام أنا التزمت بهاي النقطة وضليت عندها إنه معظم الوقت قيمة H هي هاي القيمة وقيمة Q هي هاي القيمة. فصارت هاي العلاقة فاليد. لكن هاي العلاقة مش فاليد هون. ولا فاليد هون. إذا صار عندي large deviation خطأ صار الموديل هذا. إذا بدي أحاول أنا ألاقي السلوب. بس السلوب وين بده يكون؟ عند النقطة هاي. شوفوا شو راح نرمز للنقطة هاي. راح أقول عنها H وأنتوا بتعرفوا البار هذا مر عليكم البار. اللي هو كأنه steady state condition. فاللي راح أعمله الآن راح أستعمل لون تاني. أخذ هاي النقطة رح أخذ هاي النقطة من هون ورح أقول كأني حركت الإحداثيات. هذا الإحداثيات الجديدة صارت هون والإحداثيات الجديدة اللي صارت هون صار كأنه Q effective. يعني صار كأنه Q out. هي out unfortunately بتبين كأنها zero ملهاش علاقة هي بالinitial conditions. هي Q out يعني إذا بدكم سموه Q للفلو يساوي Q bar زائد Q dynamic. كأني عمالي بقول إنه Q الآن هي موجودة جزئين. جزء منها steady state اللي أنا عارفه وبقدر دائما أرجع له. نخلي هاي Q note هون عشان ما نلتخم. هاي Q note. وإيش بنضاف لها؟ بنضاف لها dynamic variable. هذا صار البارامتر of interest بالنسبة لي. هذا صار البارامتر اللي بتحكم فيه. فلما أنا بقول مثلا بدي أوصل عند النقطة هاي وأثبت عند النقطة هاي معناها كأني بقول هذا لازم إيش يصير؟ زيرو. إذا قدرت أحقق هذا أوصله لزيرو معناها وصلت للهدف المنشود لأنه صار عندي Q أنا حابب إنه يوصل Q نوت اللي هي Q بار. أوكي؟ الكل فاهم هذه النقطة من هون؟ أنا حركت الإحداثيات الجديدة. الإحداثيات الجديدة صارت بالنسبة لهدول هي هاي النقطة. فهلا راح يصير عندي علاقة ما بين ونفس الإشي عندي H of T يساوي H بار زائد H dynamic إذا بدكم تسموها of T. هلا الموديل اللي راح أطلعه ما راح يكون بين Q of T و H of T راح يكون ما بين H dynamic و Q dynamic. فالآن هاي المعادلة بتصير صحيحة. بتصير عندي Q dynamic of T بيساوي K والK هاي بدها تكون وين؟ at H بتساوي H bar و Q بتساوي Q bar مضروبة في H of T. هاي هي فكرة اللينيرايزيشن بشكل كامل. هلا ما في مشكلة أنا بتحكم الآن في H dynamic و Q dynamic وبشوف قديش ارتفعوا وقديش نزلوا. أنا عارف إنه الأرضية تبعتي مش 0-0. الأرضية تبعتي هي H bar و Q bar. هاي الأرضية اللي أنا عم بشتغل منها. هاي اللي بتحرك منها. بس أنا هاي سمحت لي الآن أعمل مش هاي صارت linear relationship. هذا خط بمر في الأوريجن. أي أوريجن؟ الأوريجن الجديد. أنا صار عندي أوريجن جديد هون بمر فيه. الأوريجن الجديد تبعي هو هذا وهدول التنين صار بينهم linear relationship. الآن بدي أطلع إيش؟ K. شو بتساوي K؟ من الرسمة هي دي كيو نوت على دي اتش مضبوط؟ عند مشتقتها عند هاي مشيت؟ فهاي الكي اللي موجودة هون هي بتساوي دي كيو نوت اوف تي على دي مش دي تي دي اتش اوف تي ات كيو بتساوي كيو بار و اتش بتساوي اتش بار. اوكي؟ ماشي واضح لهاي؟ هل بقدر اطلع مشتقة؟ مشتقة ايش اللي بدي اطلعها؟ مشتقة هاي. فبدي اشتق بس بالنسبة لمين بشتق؟ مش بالنسبة لـ T. بشتق بالنسبة فبشتق بالنسبة لـ H of T. اشتق بالنسبة لـ H of T بيطلع معي هاي المعادلة الموجودة.